وطن ويلي يدك جرحك جرحنا وانت ابونا الغالي شو تريد ابونا ونسوي لك نطلب اللي تريده كيف قدم لك انت وطننا نريده ارجع الاول نطلب اللي تريده كيف قدم لك انت وطننا نريده ارجع الاول حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بينا على واحد من الأرقام التالية، ذن الرقمين اللي تشوفوه أمامكم هنا للداخل، أي شخص من زاخو إلى الفاو أي مكان بالعراق يقدر يتصل بينا على واحد من هاي الرقمين. أما هاي الرقمين اللي راح يطلع عن هنا ذني مخصصات إلى الخارج، فعندكم أربع أرقام للاتصال، ذني الاثنين إلى الخارج وعندكم اثنين إلى الداخل، يصير عن أربعة تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج. أما هذا الرقم اللي تشوفوه هسه هنا هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب غير مخصص للاتصال، ما أقدر أستقبل به أي مكالمة، ما أقدر أستقبل به فيديو، ما أقدر أستقبل به رسالة صوتية من أي شخص، لأنه ما راح تبين يمي وما راح يبين يمي أنه أنت تدق. فإذا تريد تتصل بينا عندك الأرقام الأخرى، أما إذا ما قدرت تتصل بينا وما حصلتنا هذا الرقم اللي أمامك تقدر تكتب لنا رسالة، أتمنى تكون رسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. الفيديو اللي شفتوه بالبداية هاي مسيرة أو حملة أو تظاهرة اليوم بالعراق سووها ثوار تشرين في حملة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق، لأنه إذا نريد نحكي على الأرقام اللي صارت بالعراق من ثورة تشرين لليوم فهي أرقام كبيرة، ما بين عدد المصابين، ما بين عدد المخطوفين، ما بين عدد المغيبين، ما بين عدد اللي تم اغتيالهم من ناشطين ونشطاء وناشطات. فحملة جديدة اليوم بالعراق، انطلقت الحملة من ساحة الفردوس إلى ساحة التحرير، هاي التظاهرة اللي شفتوها عفوا من ساحة الفردوس إلى ساحة التحرير، لكن ما توقفت الحملة هذه بس ببغداد، بالبصرة أكو تظاهرة لإنهاء الإفلات من العقاب، بابل، ديقار، ميسان، واسط، أغلب المحافظات العراقية اليوم بها حملات وتظاهرات تطالب بإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المجرمين ومحاسبة الجنات وتقديم الجنات إلى قضاء عادل، مو القضاء العراقي المسيس اللي طب له واحد مجرم ومعروف واكو شهود عليه واكو ثوابت عليه واكو ادله دامغه عليه انه ارتكب جرم بحق شخص او بحق اشخاص ويطلع براءه. بالمقابل يتم القاء القبض على مواطن بريء بحجه انه اكو استفهام او استفسار او سؤال او تشابه يضيع بالسجون واحتمال ينحكم بالاعدام. الحملة ما توقفت بس في العراق، بلجيكا، الجالية العراقية اليوم اللي موجودة ببلجيكا سوت وقفة تضامنية مع ثوار تشرين ومع العراقيين مع الشعب العراقي بشكل عام، مطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب. هولندا نفس الشيء، بريطانيا نفس الشيء، فرنسا نفس الشيء، أغلب الجاليات العراقية اللي موجودة في العالم اليوم عندها حملات تضامنية. واشنطن أكو تحضيرات لتظاهرة مشابهة للتظاهرات اللي شهدتها بريطانيا وألمانيا عفوا بريطانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا. أني السؤال هنا اليوم، إنهاء الإفلات من العقاب صار مطلب شعبي بالعراق، مطلب شعبي بالعراق ومطلب شعبي للعراقيين اللي عايشين خارج العراق، نتيجة أنه اللي دا يسوي الجرم واللي دا يقتل واللي دا يخطف واللي دا يعذب واللي دا ياخذ اتاوات هو جهه وحده وكلها تعرف منو هاي الجهه والمن تابعه هاي الجهه.
لولا سياسة الإفلات من العقاب ما سوت اللي سوته. قتلت هشام الهاشمي لما انطلعوا باعترافاتهم اللي عليها ألف علامة استفهام. وينقتل ناشط بمسدس حكومي ويطلع اللي قاتله ضابط في وزارة الداخلية حسب ما معلن، لو ما يعرف انه ما حد راح يحاسبه ما كان صار اللي صار. وحتى لو ألقوا القبض على الضابط اللي قال أنا قتلت هشام الهاشمي، من الجهة اللي توقف وراه ومن اللي طال أمر وليش؟ هاي كلها لازم نعرفها. محمد من الموصل ويانا، حياك الله يا محمد. اليوم أكو حملة بالعراق لإنهاء الإفلات من العقاب، أنت شو تقول؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تفضل أخوي. بالمحي أنا أذكرك. حياك الله أخوي. أهني قناة الرافدين على هذا البرنامج الجميل. حياك. وحيك إلا أنت بالخصوص. سلمك ربي. بس أريد الله يحفظك، أريد أعلق على مود مقتل الهاشمي. نعم، هشام الهاشمي. بالنسبة لهذا الملازم، هذا ضابط شرطة نقيب، ما أعرف ملازم أول ما أدري. المهم ترى هاي كثير بالعراق مثل هاي الأوضاع، مثل هاي الأعمال وكل الاغتيالات. نعم. بس انت قل لي يا هو، بس قل لي يا هو بالاساس القوا القبض عليه وعرفوا المن تابع وليا جهه وليا حزب وليا ما عرفوا، لازم يلغمطوا السالفه وينهوها حاله حال البقيه. هواي 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 ناس راحت واختالوها وراحت دول التراب وما يعرفوها ومن مؤسسها وعليها من وشنو شنو الدواء عليها، ما نعرف عليها من. حتى بالنسبه لهذا الاستاذ الهاشمي الله يرحمه، نعم، انقتل وعرفوا القاتل، عرفوا الجاني وعلى حسب الاسر، بس ما 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 نعرف لحد الان من الجهه المنفذه، يعني من الجهه دافعته من الوقت ما حد يعرف. ما حد يعرف لحد الان، ما حد يعرف. هاي شغلات حبيبي، هاي شغلات ترى الدافع وراها معروف، وذاك هو مبين، هو اللي مسيطر على السلطة، هو مسيطر على الحكومة، هو مسيطر على كلها، على البرلمان، على كلها، يعرفون كل الزين من الوراء هاي، يعرفون كل الزين، هم كل الزين يعرفون، مبينين ذولاك هم. أنا ما أقدر أقول لك منو، بس أنت هم تعرف منو، وغيرك يعرف منو، والأخ يعرف منو، وذاك يعرف منو، كل الزين يعرفون. وهاي الأحداث ترى دارت وصارت ودصير، وبعد راح تصير أحداث أنقص حشرت من هاي، يعرفون من الوراء. نعم. هاي. فما أقدر يعني مع احتراماتي ما أقدر أنا أجيب لك أسماء وهذا. وصلت. يعرفون هم. إيه هم يعرفون. ما حد واحد يقول. هم راقين كل زين يعرفون منه. خلي يشوفون هالأحداث تصير وهذا من الوراها. نعم. وأنا أشكرك وأشكر برنامجك الجميل، ورحم الله والديك، جزاك الله خير. والديك الرحمة أخويا، ولا شكر على واجب، وما تحتاج قناة الرافدين أو أي شخص عامل في قناة الرافدين لشكر من عندكم، بل هذا واجبنا أن نعرض الحقائق وأن نبين حقائق للناس. لا شكر على واجب أخويا محمد. أبو علي من واسط، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. مساء الخير. مساء الأنوار. مساء الجمهور الرافدين، مساء الخير للعراقيين أينما كان. سالفة اليوم في العراق، نعم. إذا أنت أكو عقاب عليك ما راح تسوي شيء، أو من تسوي شيء لازم تحسب له ألف حساب. لكن اليوم بالعراق ماكو عقاب لمن ينتمي للأحزاب الحاكمة. نعم. أما مثلا موظف بسيط يعني دنت نفسه وأخذ رشوة هذا يتحاكم، طفل يعني سرق كيبل كهرباء يتحاكم، بعد حمامة يتحاكم 7 سنين. لكن أما أنت بالسلطة بالأحزاب الحاكمة الموجود والميليشيات، لا طبعا عندها ميليشيات،
تبوق 100 مليون مليار، ما حد يحاسبك وما حد يقول لك وين كذي، لان اكو واحد يقول تكذبون صاحبي انا اكذب صاحبكم، لان كل واحد هم ضامين ملفات فساد عليهم. حتى يعني الكاظم من يقول احنا اوفينا بالوعد، اي اللي وعد وفيت به؟ يعني طلعت لي ضابط شرطه، والله انا اقول كمواطن عراقي لو ما طلع افضل من كانت قناه الرافدين، واكو قنوات حره تقول انه الميليشيات متوغله في الجيش والشرطه، كانوا يكذبون يقول لا هذول كل واحد المستقلين بالجيش والشرطه. زين هسه هذا اللي جهه مجهوله بين قوسين، جهه مجهوله من هي؟ ما يعرفها الكاظم يعرفها. زين يعني الان بعد انا شلون اثق بالشرطه ما دام اكو ميليشيات داخل الشرطه تقتل المواطنين من غير ذنب؟ شلون اثق بالجيش؟ من يثبت لي؟ يعني قبل كانوا هم يقولوا لا ماكو، هسه ثبت جرم، طلعوا ملازم اول، لا والثالثه انهم رافعينه بشهر سبعه، بدايه شهر سبعه مرافعينه الملازم اول. زين انت شلون ترفعوا ما عنده سجل امني؟ زين اي دارف هذا كان صار له سنه على الاقل، مثلا الحين مو يقول احنا لمينا الخيوط؟ لان التصوير همنا قبل حوالي اسبوع او اسبوعين ما يصير صوروه بنفس اليوم، مبين يعني شلون ترتيب التصوير، انتم معلمين وتعرفون. زين شلون ترقى وهو بالسجن او كنتم كاظمينه؟ زين ليش التوقيت هذا؟ ليش بعد حفله شواء مستشفى الناصريه؟ ليش بعد ما الصدر طلع بهذا كل سنه كل اربع سنوات يطلع بنفس النغمه اللي تنسحب من العمليه الانتخابيه، ليش بعدها؟ ليش سبقه ذهابه لامريكا للالتقاء بالرئيس الامريكي بايدن؟ ليش شنو التوقيت هذا؟ زين وانا تجيب لي الطرف الخير؟ انا اريد منه اللي حافظه؟ زين الجهه المجهوله هذه من هي؟ يعني معقوله انتم ما تعرفون شلون كذبتوه هذا؟ وحتى الروايه ما كانت طلعت بالتلفزيون مبين، حتى هذه اللي طلعت بالتلفزيون ملازم مرتبك اساسا. وثاني ليش يقولون اسم عشيرته؟ شنو هذا استهداف للعشيره؟ من يقولون اسم عشيرته بالتلفزيون، ليش ما يقول اسم الثلاثي؟ هو موظف بالدوله، العشيره شكو تجيب اسمها؟ فلذلك احنا بالعراق اليوم ما عندنا المدعي العام، وينه؟ يطلع بالتلفزيون يطلعون الاعضاء مجلس النواب يقولون احنا حراميه واحنا بقنا العراق وما حد يحاسبهم، وين المدعي العام؟ القضاء بالعراق وينه؟ يركب لي على المطلقات وعلى الارامل وعلى الاطفال الايتام والمجرمين الكباريه ما حد يكرههم. هو هذا هي هذه الديمقراطيه اللي جابوها لنا على الدبابه الامريكيه؟ يعني ما العراق وين يوصل بعد؟ وين يوصل؟ وين استراتيجيتك انت؟ ثالث سنه صار لك، شو سويت انت؟ ما ابسط الامور ما حليتها، يقول احنا اوفينا بالوعد، اي وعد اوفيت به انت؟ جاي تضحكون على العراقيين؟ هاي سوالف قبل كانت طبعا بالتلفزيون يجيبوا لنا واحد كذبه وطلعه، انا سويت وسويت وبعدين ما ادري وين يروح. هذه هي؟ ماكو بالعراق انت اذا اللي اليوم العراق مرتع الفساد، مرتع السرقه، دامك انت ما حد يحاسبك، افعل ما تشتهي. نعم. ديوان الرقابه الماليه مو جاي يكتب؟ يوميا جاي يكتب، وهذا اي واحد يقدر يدخل على ديوان الرقابه الماليه ويشوف التقرير السنوي مالته، ايش قد الحل من عنده؟ شوفوا من 2006 لحد الان ماكو ولا كتاب جاوبوا عليه الوزارات وقالوا هذا فاسد وهذا، ونسب الانجاز كلها تنحدر تحت 5%. هو هذا العراق، العراق الديمقراطي. يعني يقول ان شاء الله سبحانه وتعالى في الايام الفضيله وهذه الليله المباركه نعم ليله نعم يوم نعم عرفه انه يحفظ العراق والعراقيين ان شاء الله ويخلصنا نعم من هذه الزمره الفاسده. يعني اشكرك شكرا شكرا لك ابو علي. من البصره حيدر، حياك الله يا حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ محمد؟ ان شاء الله زين. نحمد الله على كل شيء، تفضل اخوي. الله يسلمك يا طيب. أستاذ العزيز الحكي ما يفيد. نعم. ما يفيد الحكي ما يفيد. كل ما يجيب بحطه بجيبه والشعب تعبان، كهرباء تعبانة، يعني كل القطاع الصحي تعبان. نعم. ما يفيد الحكي. بس نقول إن شاء الله الله موجود. نعم. نقول الله سبحانه وتعالى موجود. نعم. الحكي ما يفيد. ما يفيد الحكي ما يفيد. اليوم الانسان اللي ما يسمع الكلام مشكله، بعد مشكله هاي ما يسمعون الكلام عني، يسمعون يغلسون حتى ما يفيد. نعم. الو
وياك اخوي. انا اشكرك جدا، رحم الله عليك، مع السلامه. شكرا، شكرا لك اخ حيدر. اسامه من كركوك، حياك الله يا اسامه. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. نحمد الله على كل شيء، تفضل اخوي. جزاك الله. اليوم عن حملة إنهاء الإفلات من العقاب. حملة، نعم، أشكرك. العفو. هسه هاللحظة طالع رئيس الوزراء على قناة العربية نقاب يقول أنا ضربت فلان وضربت فلان وضربت فلان، هو كل شيء ضربني، ما ذبح المحتفل ذبح. نعم. وشغلة القنوات القبيلة اللي داروا انه الارهابي ما شاء الله الشمول وكذا، من انتشرت الحقيقه الحصول توصل الامور. لا تقدر تحسون كلمه واحده. لان الشغله بينها تكلمين الشاب، الشاب بالداخليه ضابط يعمل وهو احترف يحكيهم هم اللي نفسه اعظم. افهم. نعم. نعم الله عليك. ما راح يعاقبهم القتلة الحقيقيين. أما هذول الكلاب حشة الثانية المأجورين هذول لا راح يصيرون إن وجدت لهم محكمة إلا ما هربوهم. أنا هيك أشوف، ما أدري عاد أنت شو تشوف. وأشكرك على هذا المرض. العفو 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 أخ أسامة. ذكر الأخ حيدر على أو أبو علي عفوا على مقتدى الصدر يقول أنا أعلن انسحابي من الانتخابات، مثل ما قال يا كل 4 سنين يقولها ويعلن انسحاب الرجل صحيح وما يشارك بالانتخابات، بس حصل له كم وزارة و40 نائب بالبرلمان ونواب موجودين ويقول ما يصير رئيس وزراء إلا بأمري يعني، بس هو منسحب الرجال ما له علاقة بالعملية السياسية. ما أعرف. كيان من بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. هلا بيك اخويا. شلونك حبيب قلبي؟ هلا بيك عمري. تحيه لك وللكادر الطيب وهالقناه الطيبه. حياك الله يا غالي. استاذ افل هذا القاتل ترى هاي مسرحيه، انت انتبه عليه شلون يسولف شلون يحكي، محافظين الكلام مرتبك. مرتبك ومحافظين الكلام، هاي وحده. وهاي الحكومه مهرج، تعرف شنو مهرج؟ دوره ارضاء الجميع. أيه. هاي الحكومة مهرجة تريد ترضي الجميع، أمريكا وإيران وقومها، على حساب من؟ على حساب دماء العراقيين. يعني هاي مو حكومة، واحد يقول لا تأكلون السلة، وهاي حنان فتلاوي تقول 7 في 7 مش عان الجبور يقول كل إحنا حرامية. وين القضاء؟ وين القضاء؟ ليش ما يحاسبهم القضاء؟ القضاء غافل نايم، إذا عملها نايم إحنا نروح نقعده نقول له يا بي هاي احترافاتهم وعندنا فيديوهات وعندنا كل شيء موثق. ليش؟ ليش القضاء ما يحاسب هاي الناس؟ القضاء يحاسب واحد بايق له دبس غازي حكمه 15 سنه، لو واحد بايق له دجاجه والله عيب. عيب حكمه 15 سنه، هذا غير قضاء. قضاء هذا عيب والله عيب علي. انت ذكرت نقطة اخ كيان انه قلت اللي بايق له دجاجه ينحكم 15 سنه، زين واللي باقي الملايين؟ لا مو من رخصتك، مو اللي باقي الملايين. اللي باقي الوطن وقتل الابرياء، اللي يطلع بالتلفزيون لابس قاط ورباط ويا حمايته او لابس عمامه او افندي او زي عربي، ويطلع بالتلفزيون ويتكلم بكل حريه ويطلع بالشارع ويا حمايه، ارتال ارتال ويا حمايه على دماء الفقراء. ليش هذا ما يتحاسب؟ ليش هذا ما يقدم للعداله؟ هذول المشنقه قبل المشنقه، ليش؟ ليش؟ ليش يقعد يصير بالعراق؟ ما يجينا لا رئيس وزراء زين، لا مجلس نواب زين ويدافع على هاي الفقرة وهاي الناس الطيبة الفقيرة. ليش هيك؟ ليش رئيس وزراء ما يعرف يسولف؟ وين صايرة هاي؟ بيا دولة بيا حكومة؟ رئيس هو أنت لا تعتبر نفسك قائد يا رئيس الوزراء يا مصطفى الكاظمي. القائد ينزل للشارع يلامس الناس، يلامس المواطنين، يزور الأحياء، يمشي بالشارع. نعم نعم. وخاتل منطقة محصنة بالخضراء وما نشوفك ويسيرونك يطلونك ورقة مكتوب عليها كلام وتطلع تحكي لنا كل أسبوع وترجع. احنا هذا هاي الريحه ما نريد هاي. نعم. مريتكم عمي، كلكم مريتكم، احنا كلكم مريتكم، الله وكيلك. نعم. الله وكيلك والتغيير جاي وان شاء الله انتم كلكم الى مزبله التاريخ، وانا اشكرك واشكرك. شكرا شكرا لك اخ كيان. احمد من عاصمه الرشيد بغداد، حياك الله يا احمد. السلام
أحمد. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. شلونك أستاذ؟ شلون صحتك؟ هلا بيك أخوي. أستاذ هذا الحكي كله لا يقدم ولا آخر، هم عصابة. انقطع الاتصال يا الأخ أحمد، أتمنى يرجع لنا حتى يكملنا رأيه ونسمعه. أم حاتم من المدائن، حياك الله يا أم حاتم. حياك يوم، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، هلا بيك يوم. بالنسبة للمغيبين ما نتريدهم. أي نعم، المغيبين والمخفيين قسرا. ولدنا صار 8 سنين احنا ندور عليهم. نعم. في مرة طلع برنامج عندكم قالوا على الأمهات يلحن الكاج يدق الحاسبات يخلونا نطوب. لا والله يا يما، يعني المفروض ايه. الو اي وياك يوم يخلونا يعني نروح ندق حاسبات. والله يما المفروض، يعني هو هذا الصح، المفروض انه انت يعني من تسالين على اي شخص تاخذين المعلومه كامله، ولو هم اليوم إيه بالعراق ان اكو ناس هوايه دا تسال وما دا تحصل المعلومه. مو احنا يعني شنو نريد نروح بالخاف نروح ما يخلون يعني الحاسبات. والله يا يما يعني مو احنا المسؤولين عن 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 الحاسبات او التاجي حتى اجاوبك هذا الجواب، يومهم الجواب مو يمي. بس هو المفروض والصحيح انك لما عندك شخص مغيب او مخفي قسرا او حتى لو كان مسجون او محكوم من تروحين تسالين عليه، ما المفروض احد يمانع هذا السؤال، وما المفروض لا على الحكومه ولا على اكبر واحد بالدوله العراقيه يمنعك ان تعرفين ابنك وين. يعني روح على مسؤوليتنا احنا. نعم. لا. واحنا نقول خاف نروح وما يخلوننا هاي. والله ما اعرف يما. احنا تعبنا صار لنا 8 سنين ندور وما. نعم. واشكرك استاذ، اشكرك رحم الله والديك. هلا بيك يوم محمد بن الموصل، رجع لنا مره ثانيه، حياك الله يا محمد. انقطع الاتصال يا محمد. يعني انا بس سؤال ارد اسال بالمسرحيه اللي طلعوها في لما يطلع مصطفى الكاظم يقول انا سويت اللي علي وطلعت لكم اللي قتل هشام الهاشمي وفهم الطائي وايهاب الوزني وعلي سجاد وابو، اذا اريد اذكر الاسماء فهي هوايه، اذا اريد نحط له قائمه بالاسماء استاذ مصطفى الكاظمي. بس انتم شلون وصلتوا لهذا الشخص والخليه اللي وياه والقيتوا القبض عليهم وما قدرتوا توصلون للجهه اللي امرت بهذا الشيء؟ شخص اتصال وتجاوز على مذيعه بقناه تلفزيونيه خلال 24 ساعه جبتوه. بس شخص قتل ناشط او جهه قتلت ناشط لحد الان ما حد يعرف بها. قبل هشام الهاشمي وقبل ايهاب الوزني اكو عشرات الناشطين اللي تم اغتيالهم، ولحد الان لجان التحقيق ما بينت ذوي الناشطين والنشطاء ذوي الشهداء ولدهم شلون راحوا. على الاقل جاي عيد اضحى، انطوا عيديه للاهالي وللامهات، قولوا لهم ولدكم هيك راحوا وذول اللي قتلوا ولدكم وبالقضاء. ايمان من ديالى، حياك الله يا ايمان. السلام عليكم. هلا بيك يوم. احنا اللي دا يحكمونا استاذ عمر، اللي دا يحكمونا عصابه. نعم. يعني انت دا تحكي حكيك ما يوصلهم، لا حيالي من تنادي. يعني هذول بالاخص طبقوا الدين ويا الدوله، ذول الاهل العمايم اهل التايرات السود والبيض كلهم. نعم. زين يعني طبقوا حتى فتوى الدين اللي فتوها مال زوج القاصرات ومداعبه الرضيعه وما ادري شنو، يعني حتى الدين كرهونا به. زين او نكاح الميت. احنا ما نريد نتطرق الى الامور الدينيه اخت ايمان، يعني احنا عندنا موضوع اللي هو الافلات من العقاب. هي هاي دا تمشي. اقول لك اخويا من دا يختصبون طفله عمرها 6 سنين ويقتلها بالبلوك، يعني يختصبها 6 سنين او 4 سنين، منين صارت هاي؟ ما كانت قبل؟
من اجوا من نطوا هاي الفتوى قاموا ياهل يجي قال ايش هذا يقول المؤمن ده يسوي شي العداني ليش ما اسوي زين هم هاي الفتوى اللي فتوها يا اخي ليش الدين ما نطرق بهم هم دخلوا الدين ويا الدوله اخت ايمان على راسي بس كبرنامج احنا يعني موضوعنا ما نتطرق الى قضايا الدين نهائيا براحتك عن اللي حكيته صحيح وتكيفك بعد وانا اشكرك شكرا شكرا لك اخت ايمان يعني اتمنى انه ما حد ياخذ على خاطره لكن هاي النقاشات مو بالبرنامج احنا برنامجنا اليوم على القضية اللي بدنا نحكي بيها هي مطلب جماهيري مطلب الشعب اليوم انهاء الافلات من العقاب طلبوا مطالب هواية من بدت تظاهرات تشرين حتى تحولت الى ثورة تشرين والى يومنا وقبلها لما كانت الاعتصامات بالمحافظات الست المنتفضة بدت ب 14 مطلب بذيك الوقت بذيك الفترة فطلبوا مطالب هواية ما تحققن هسه اليوم المطلب الجماهيري انهاء الافلات من العقاب ان يكون اكو قضاء عادل ان تكون اكو دوله قد نفسها هذا بدنا نحكي به فما نريد نتشعب بالامور هوايه فاني هذا قصدي انه نضل في مسار الحلقه اليوم بصره بغداد واصل ديقار بابل نجف كربلاء كلها منتفضه وتقول انهاء الافلات من العقاب ليش لان كلها متاذيه من هذا الشيء أخت إيمان اللي أنت حكيتي لو أكو واحد يعاقب علي مصار لو أكو واحد يعاقب على شخص يقتل شخص بدون سبب ما كان قتله لو أكو قانون يعاقب شخص يأخذ رشوة بدائرة حكومية ما كانت تحولت المؤسسات العراقية إلى 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 ساحات للرشوة لو كان أكو قانون يعاقب على اللعب في تسعيرة الأدوية ما كانت أكو صيدلية رخصت وصيدلية غلت بكيفها هو كل اللي دا يصير لأنه ماكو قانون بالعراق أكو شيء يقول أنا دولة أقصد اللي يقولون عن نفسهم حكومة يقولون إحنا دولة زين حكم الدولة صح حسين من النجف حياك الله حسين انقطع الاتصال يا الأخ حسين هذا اللي دا نقصد إحنا بإنهاء الإفلات من العقاب ليلى من بغداد حياك الله حياك الله السلام بيك. عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام شلونك أني هلا بيك أمه حبيبي أمك بالجنة هذا سلمك. اللي طلعوا البارحة نعم. يعني شنو إحنا هيك مغفلين هيك من نتهم هذه تمثيلية الولد من طلع هذه يعني جايبيه هم جايبيه تعال تكلم كذا وكذا وكذا أنا شفت التصوير من جاب الرشاشة عليه وما اشتغلت وراح وداها زين هذا ابو السياره ما يقدر يطلع ينهزم صح لو غلط؟ نعم راح جاب مسدس من مالت الدراجه ورماه 5 طلقات يعني ما صايره ما معقوله وبعدين من طلعوه هذا المتهم زين منو اللي قال له ومنو الجهه اللي علمته ومنو اللي وشلون بعد سنه يلا جابوا للولد ليش ما جابوا القتيل الاول والثاني والثالث والرابع قبله نعم مو اذا يعني مو صحيح هذا الحكي كله نعم بعد هذا اللي انا اقوله تمثيليه هذه ما يقدرون بعد العراق كله اتهم وعراق شنو اللي يسووه شنو اللي يعملون وشنو شنو 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 بعدين انداروا على الحريق وعلى هذا كله تمثيلية وكل تخبير أعصاب وإحنا إن الله المواطنين الفقراء أكو الله هو اللي يأخذ الحيب وها هي شكرا 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 لك أخت ليلى يعني مثل ما قالت الأخت ليلى وقالوا المتصلين هي أكو تساؤلات في الاعترافات اللي طلعت على شاشة التلفزيون على أساس أنه هذا الشخص اللي هو ضابط في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول واستخدم مسدس حكومي اللي هو عهدة المفروض من الدولة إلا ما يستخدمه إلا في حالة الواجب الرسمي استخدمه في اغتيال ناشط ما أعرف شلون راكب دراجة وأكو دراجة ثانية الاعتراف كلها 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 سمعناها لكن من الجهة اللي وقفت شلون وصلتوا له أصلاً
شلون جبتوه هذا بالذات؟ اطلعوا وقولوا بالتحقيق، او مصطفى الكاظم يقول وتوصلنا عن طريق مثلا كشف الهاتف النقال، متابعه كاميرات المرور، يحكي على الاقل. حسين من النجف ويانا، رجع لنا، حياك الله يا حسين. هذك عليه، هلا بيك اخوي. اخ حسين تسمعني؟ الو، قطع الاتصال ويا الاخ حسين، حولني الى مجيب الي. شكرا لك اخ حسين، اتمنى ترجع لنا حتى نسمع رايك. مصطفى من بغداد، حياك الله يا مصطفى. مصطفى انقطع الاتصال يا مصطفى، اتمنى ترجع لنا يا مصطفى. حملة انهاء الافلات من العقاب، الافلات من العقاب مو بس القاتلين، الرشوة، مخدرات، الأتاوات، قطع الطرق، اختطاف، تعذيب، تهديد، أي شيء يهدد الناس، أي شيء يهدد قوت الناس، أي شيء يهدد لقمتهم، أي شيء يهدد معيشتهم، هذا يستوجب أن يكون إلى عقاب. أي موظف يتوانى في أداء وظيفته لازم يتعاقب. على رأسهم منو؟ البرلمانيين اللي لحد الآن كل شيء ما شفنا من عندهم. من 2005 أول دورة انتخابية بعد الديمقراطية المعلبة اللي جابتها الولايات المتحدة الأمريكية على ظهر الدبابة الأمريكية، هي وبريطانيا وياهم 60 دولة، ورا ما دخلت لنا هاي الديمقراطية اللي طبولنا إياها، شفنا أول برلمان بال 2005. من أول برلمان إلى هذا اليوم كل اللي طبوا للبرلمان العراقي جقدهم كانوا 275 صاروا 325 335 الله أعلم. المهم ما شفنا خير من عندهم. نسمع هم يقرون قوانين، يا القوانين تخالف القانون الدولي، يا القوانين تخالف الدستور العراقي اللي صدعونا به، يا القوانين ما لها داعي، يا يأجلوها للدورة الجاية مثل القوانين اللي هواية سمعنا بها وما شفناها. أبو سجاد ويانا، حياك الله. نعم أستاذ، هلا بك يا غالي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يحفظك. حضرتك مو الأستاذ محمد أو أستاذ أفل؟ أفل وياك. يعني ما الكلام مالي هسه ينعرض لو يتأخر؟ أنت على الهواء مباشرة. نعم أستاذ، الله يعطيك العافية. بالنسبة العافيك، نعم. أريد أصدقك كورة أحب وياي إن شاء الله. شون يعني؟ يعني بالكلام. أي نعم أستاذ. بالنسبة لنا كدول عربية، كدول إسلامية، إحنا الدول الأوروبية ما دام إحنا عندنا خيرات موجودة فهي عايشة على تفتتنا وعلى انقساماتنا. نعم، انقساماتنا المذهبية الطائفية، فهي معتمدة هاي الدول من دراستهم وفهمهم على الدول اللي تنشر الطائفية تعتمد عليها حتى تتوغل بالمجتمع العراقي أو غيره بأي مكان، حتى لو برميل نفط. تمام لو لا كلامي؟ نعم. فإحنا كشعوب شعب عراق يعني منذ أرسلين أخين ومسالمين وكل من يمشي بطريقة وما عندنا هاي الحالات ما موجودة يعني، بس هاي الأجندات ملتها علينا الدول الأوروبية حصرا من أيام صدام وقبل صدام من تأميم النفط، كانوا يمنون عليك ألا تأخذ من عندهم ثلاث شغلات يلا يشتغل منك النفط، اللي هو السلاح حتى الانقسامات والحروب تستمر، والدواء والغذاء، هاي كلها يمدوها عليك ويجيبون ناس شم أبيض يخلوهم عليك إلى أن يمتصون آخر قطرة من دمك. فالموضوع يعني موضوع دولي، ترى مو موضوع أنه ضابط أساعدك بعد إذا تريد تطلع لازم تطلع بعد 20,000 متهم هذا البلد من القتلة، إذا مو 30,000 إذا مو 50، يعني الشغلة مو سهلة. يعني هسه احنا دا نحكي على قضيه الافلات من العقاب بالعراق، لانه اليوم انت دا تقول لي هاي قضيه دوليه. نعم.
اذا تقول لي انه قضيه الافلات من عقاب دوليه، بس اليوم احنا بدنا نحكي على القانون العراقي، بدنا نحكي على القضاء العراقي، بدنا نحكي على ما نسمي نفسها حكومه، بدنا نحكي على الاحزاب اللي بدها تحكم البلد، اللي دا ينقتلون شعب ودا ينقتلون ناس وماكو واحد دا يحكي بيهم. يعني هشام الهاشمي سنه سنه طلعوا لنا اعترافات كل العالم ضحكت عليها. زين انت شو تقول هشام الهاشمي؟ اللي اكو اعلى من هشام الهاشمي ما عندنا احنا قيادات بالرمادي بحثها باللوجه الف عامل عاصم متكلم بالقران يعني حافظ قران تكلوهم شو اسمه بالطائفيه تكتله وبالبصره وبكل مكان. يعني احنا قضيتنا مو بس هشام هذا اخر العنقود لا اكيد ابو سجاد. احنا انا ما اذكر انه الاخ هشام هو الوحيد هشام المطالبه الحكومه بكشف قتلته، لا هشام وإيهاب الوزني وفاهم الطائي وكل علماء العراق وكل ابناء العراق والمتظاهرين والثوار وابناء الشعب العراقي واللي ماتوا بالموصل 40 الف واحد واللي ماتوا بالانبار كلهم مطالبه الحكومه ان تكشف منو قتلهم. لكن أنا اللي دنقزه يعني الإفلات من العقاب اليوم ده يؤدي إلى مقتل المزيد من الناس. أستاذ بس أنا أحكي لك إياها، بما أنه أكو سلاح موجود وكان وكل بيت والهويات موجودة، الميليشيات اللي أكو أغلبهم هم جاي يحكمون الدوائر، حتى عندنا احنا ضباط اكفاء ترى ضباط القوات الامنيه بس ما يخلوهم يشتغلون. يعني هذا اللي قتلها هشام الهاشمي اذا عندنا اي ضابط كفو يجيبه خلال يومين ترى يوم، يعني هاي شنو هاي انت وين جاي تلاحق عصابه دوليه؟ ماكو هيك حكي. بس لا يعني هاي الشغله ما تفض بشغل الشغله هاي مالتنا، شلون تفض؟ تفض بحاله وحده لما الجمهورية لا إسلامية تطلع من عندك فقط، بهاي غيرها ما تنحل بعد. نعم نعم نعم. يعني إحنا المصيبة مالتنا، أنا قارئ يعني قارئ تاريخ ومنصف أدي علاقات من الجنوب للشمال من الرمادي، يعني أعرف الناس اللي يتحرروا اليوم. المشكلة إحنا الدينة إنه إيران صدام راح جاي تنتقم من عندنا، يعني انتقام انه احنا شلون حاربناها بكل طائفه ما شو اسمه، بس هم جاي يذبون غضبهم اكثر على شيعه العراق لان الشيعه حاربوهم هم بنظرهم حاربوهم وأذوهم. نعم نعم. هم هسه لحد امريكا استاذ سلمت ايران لان امريكا تعرف ايران ما عندهم دين، هذا بس هيك شعارات يعني ماكو يعرفون بهم ناس قتلة حرامية باسم الدين، فما خلوا ما نهبوا يعني ما خلوا شيء ما جابوا لنا اياه. المشكلة انه احنا يحتاج لنا الى قيادات وطنية تعرف السايس الدول الاوروبية والدول العربية. يعني انا مو اجيب لي واحد وغلط على السعودية، اجيب الثاني حب ايران، احنا نريد واحد سياسي يقول لك هذا خدمتك وهذا عيني وهذا، يعني حتى يماشون الدولة انمردت. وهل تتوقع انه الدول يعني الاوروبية والغربية الها يعني الها او راح تسوي خير للعراق؟ شكرا لك ابو سجاد، لان عندي اتصالات ثانية اريد اخذها، بس صدقني اللي دمروا العراق هم دول الغرب، الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا على رأسهم، هم ما جوا حتى يعطونا ديمقراطية مثل ما قالوا. اتصور شفناها للديمقراطية، شفناها بساحة النسور، شفناها بحربين بالفلوجة، شفنا الامريكان ايش سووا. فلا لا نترجى شيء من الغرب. العراق اذا يريد يقوم من جوه، من ولد بلده، من ابناء شعبه، حتى يقدر يصحى ويتعالج ويشفى من الامراض اللي هو به. حسين من النجف رجع لنا، حياك الله يا حسين. حسين تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أخوي؟ هلا بيك غالي. أسمعك أخوي. تفضل يا غالي تفضل. السلام والرحمة والإكرام.
شلونك اخوي؟ اتمنى اخي حسين تنصي لي صوت التلفزيون وياك. وتسمعني من التليفون حتى يكون الاتصال اوضح. انا اكون خادم لك اخوي. نعم. عندنا مدير مخدرات النجم. ايه. بس خلنا خدمك، عندنا مدير مخدرات النجف نزيه ميبوك. أي. وعندنا قاضي 55 ألف حطاية طلع أبو كفل وشرد سوريا، شلون هاي يصير؟ أي أم حالة دعوة من الاستخبارات علينا على المخدرات. نعم. انت شو تقول؟ قضاء نزيهة لو مو نزيهة؟ والله انتوا تقولون اخوي اخ حسين. فاخوي كتبوا ب 20 منتسب من عندنا على اساس يبقون على مود ال 50 الف حباية تحولت من استخبارات الى مخدرات النجف. زين. مديرنا ما رفعوا، ما خذوا عميد. ثلاث مرصد، بس خلنا خدمك. وياك انا وياك. فحكي هواية، واكو فساد عندنا بالنجف. واني مخدرات النجف. هسه زين هاي الخمسين ألف حباية وين راحت؟ الخمسة وخمسة. 55 مو 50 55 ألف حباية. وين صارت هسه هاي 55؟ مخدرات النجف إلى مخدرات النجف. وين صارت هسه؟ نحن خدمك، بس أنا أكون خادم إلك. خادم دينك وربك أخويا. و حبيب أنت بقص عيوني، بس أخويا عندنا هواية فساد بالنجف. هو كل العراق. إي. شو تقول انت وانا اكون خادم لك وانت اخوي كبير وانا صغيرون حشاك. فاخوي نقلوا 22 منتسب من عندنا على اساس مرتشين. نعم. على استناد هاي بين ال 55 الف باي محاله من الاستخبارات واستاذ فلان واستاذ علان هو اللي طلعهم مكفلين وهسه نزلوهم الاقل. نعم 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 نعم. وصلت الفكره. وصلت الفكره خادم دينك وربك اخ ابو سجاد اخ حسين عفوا. شكرا شكرا لك اخ حسين. صباح من النجف حياك الله يا صباح. مساء الخير يا حبيبي. مساء الانوار يا قلبي. شلونك يا حبيبي؟ شلون صحتك؟ هلا بيك. بس نصي لي صوت التلفزيون دا اسمعك اوضح. صار يا حبيبي صار. تفضل يا غالي. مساء الخير حبيبي. مساء الانوار يا غالي. يا حبيبي همومنا هوايه يا حبيبي ومشاكلنا هوايه والله. نعم. نصيت يا حبيبي من الموبايل اسمعني؟ اسمعك كلش زين. يا حبيبي مشاكلنا هوايه وهمومنا هوايه والله، بس يا ما حبيبي كلنا بس لي اياها. أي. مشاكل كهرباء، مشاكل الصحة يا حبيبي، تربية يا حبيبي، كل مشاكل هواية، كل مشاكل اللي تلحق بالعراق ما تنها تصدق. صدق لو سمعت يا حبيبي. حاليا كهرباء بالنجف ما تصدقني، حاليا بالنجف يعني ساعتيا بأربع ساعات. ما نعرف وين نروح، وين نستجي، وين نمشي، ما ندري. نعم. إي والله يا حبيبي، بس أنتم قناة قناة زين مش حاسب بيكم يا حبيبي، لان انتم صوتنا صدق، انتم صوتنا اللي مشاعرنا حاليا اللي انتم تشعرون فينا. ونشكركم على هذا برنامجكم يا حبيبي. لا شكر على واجب. شكرا لك اخ صباح، ونشكر اتصالك بينا. هذا واجبنا تجاه شعبنا وتجاه ابناء بلدنا وتجاه بلدنا الحبيب العراق اللي نتمنى له انه يرجع مثل ما كان ويتعافى. رسائل الواتساب اللي وصلتني تقول السلام عليكم، نشكر قناة الرافدين عيون ثورة تشرين، انتم شكرا ونشكركم من كل قلبنا. سلام عليكم استاذ افل، وياك احدى الطالبات جامعة لمبار، نطالب من حضرتكم ايصال صوتنا الى رئيس الوزراء ووزير التعليم يخلون امتحانات الكتروني. استاذ من بداية السنة الكتروني، يردون اخر السنة حضوري، والله صعبة على الطلاب.
ورسالة أخرى تقول: مساء الخير قناة الرافدين الكريمة أستاذ أفل، الشهيد هشام الهاشمي ليش ما ذكر اللي أمر على قتله؟ والله لو ما طلع على التلفزيون كان أحسن، الآن هذا تمثيل، الآن الناس مو غشمة. وشكرا فاتن من ألمانيا. مشاهدينا الكرام، اللي دا يصير بالعراق اليوم كله لأنه ماكو قضاء وماكو قانون، أكو شيء اسمه قانون بس منو ينفذه؟ بس يتنفذ على ولد الخائبة. إذا يريد العراق يتعافى لازم يتنفذ القانون على القوي وعلى الضعيف، على الغني وعلى الفقير. ونلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.